نعم. يقول السائل: ما معنى قول بعض السلف أهل البدع كالعقارب تدفن رأسها وتبقي أذنابها حتى إذا تمكنت لدغت؟ نعم، كلام واضح أن أهل البدع فيهم نفاق، أهل البدع يبتلون بالنفاق، وهو أنهم يظهرون الخير ويبطنون الشر، يظهرون الخير للناس خديعة، يخادعون الله والذين آمنوا ويبطنون الشر، ومتى ما تمكنوا من نشر الشر نشروه مثل العقرب. نعم.